بوكا. اهلا اكسر، اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ كله كويسه الحمد لله. انت فين؟ هاي دي مراتك؟ اه وايه؟ ايه ده؟ ايه المفاجاه دي؟ اهو حركه بقى. ايه دي؟ طب اتفضل. انت ايه الاخبار؟ بيتي عامل ايه؟ انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا كويسه جدا، انا الحمد لله موجوده وزي ما انا ورقمي زي ما هو. انت اللي بطلت ترد عليا. لا اكيد في حاجه في الموبايل يعني، مفيش. مش عارف تكتيكي ليه يعني. انت غيرت التليفون؟ رماه. لا لا النمر. رمى التليفونات. انت رميته؟ مش انت رميت التليفون؟ موجود. هو ده ايه؟ ده تصوير ولا ايه بالظبط؟ لا انا لسه بيحضروا لي حاجه في صوتي، عشان بجد في حاجه في الصوت وحشه قوي. لا المشكله مش في الصوت، المشكله في حاجه ثانيه. كل اتنين مخطوبين او متجوزين بينهم قصة حب مختلفة، والاختلاف بيكون في شدة التوافق اللي بينهم. في برنامجنا كابلز بنشوف اكتر اتنين متوافقين وبيكسبوا رحلة اسبوع لتركيا شاملة الاقامة والسفر. دي في النهاردة مفاجأة كبيرة قوي بالنسبة لي. لا مينفعش اقول بوكا، انا اسفة. اقول لك ايه؟ طيب اختار لك اسم يتسأل بيه طول الحلقة عشان ابقى مظبطة نفسي عليه. قولي له الاستاذ محمد عبد الهادي. ايه ده استاذ؟ انا مش عارفه. تقيله بس انا حباها اكتر. يلا خلينا نخلص من النبي. اوكي يلا تمام. دي في النهارده غالي عليا قوي بجد. بوكا مدام وام ستوب، مش هقبل، مش هقبل ان انت تقولي بوكا. دي عجبت المخرج جدا والله. طب خلاص يبقى يعجبه بره، مش هنا، مش هنا. اوكي اسمه محمد عبد الهادي. ليه ما تقولي لي بوكا وانا اسمي ويام او امي؟ طب قولي لي. اقولك امي؟ قولي لي امي. يعني اقول بوكا وامي؟ ما يكيش دعوه ببوكا خالص، كانه مش موجود بوكا خالص. اسمه محمد عبد الهادي. بعدين الاستسلام ده ايه؟ ايه النظام؟ يعني انت عايزه اقولك محمد عبد الهادي؟ لا قولي له محمد، ما انت بتقولي محمد، مش هتعرفي تقولي محمد زي بوكا؟ جاهز؟ يلا جاهزين، اتفضلي. برنامجنا عبارة عن مسابقة أسئلة على فقرات، بسألكوا الأسئلة دي وبشوف إجاباتكوا، لو كانت متوافقة بتكسبوا رحلة أسبوع لتركيا شاملة الإقامة والسفر. يا رب إن شاء الله. جاهزين؟ أوكي. محمد جاهز؟ جاهز. فاصل وحنرجع تاني مع محمد ومدام ويام. تعرفها منين بقى؟ فرع مدينة مصر المختلفة في الوطن. فرع مدينة. ما تقعدش تقول لي ديوريشن وتعطلني أنت، قول لي أنا جاهزة، قول لي ادخلي على طول. بنك إيه أصلاً؟ بنك إيه يعني؟ بنك ايه؟ يلا يلا انا بزهق. محمد في حاجه؟ عايزين حاجه ميه او حاجه؟ لا ميرسي شكرا. اوكي يلا. حول الله يا رب. يلا اتفضلي. ورجعنا لكم تاني مع محمد ومدام وقام، واول فقره معانا النهارده اسئله ليكوا انتوا الاثنين. محمد متجوزين بقالكوا قد ايه؟ بقالنا 8 سنين. 8. الجواز ده كان تقليدي ولا جه على حب ولا جه ازاي؟ لا جه على حب. عرفتوا بعض قبل الجواز؟ بكتير. بكتير؟ قريبتك يعني؟ لا لا لا، اتعرفنا على بعض عن طريق ناس اصدقاء لينا يعني. يعني تقليدي يعني، جه صدفه بالمعرفه كده. هو مش قال جاوب على السؤال قبل كده وقال عن طريق الحب ولا انا ما سمعتش؟ المشاعر اللي بينكوا بعد الجواز زادت ولا قلت ولا تغيرت ولا ممكن تتغير؟ بتزيد طبعا، بتزيد يعني. يعني انت شايف ان الروتين والولاد ما بيقتلش الحب؟ لو احنا سيبناه يقتله، بس لو احنا بنحاول اكيد هيبقى. يعني المدام محافظه على الموضوع ده كويس؟ بتحاول طبعا. هو احنا في تنويم مغناطيسي هنا ولا ايه؟ التون والنظره وال انا عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه. على فكره انا بكلمك، انا عايزه اخلص الجماعه خالص الحلقه دي. اوكي كوميدية والله العظيم، كوميدية بجد، شربات بجد والله، كوميدية جدا. انت عارفة بجد والله، يعني هي محتاجة جلستين كهرباء وحقنة هوا وتبقى زي الفل. مفيش حاجة في انت بتعمل شغلها ان هي محمد كده. انا ما ينفعش حد يقول لي كلام يعني ياكي، كلام ياكي قوي، كلام ياكي خالص.
انا ما اعرفش المدام عشان اتكلم معاها، انا بكلمك انت. والله فضلك انت. طب ما امشي انا يا جماعه خلاص، مدام ملياش اي لازمه اصلا. بعد اذنك نلتزم بالسكريبت وما نخرجش عن النص. بعد اذنك ممكن. انا مش عارفه استاذ هو في مخرج جدا بالمسابقه يعني ده شويه بعد اذنك ممكن. هو ده طبيعي بجد ولا انا في حاجه كوميديه؟ اكمل بقى الحلقه بعد اذنك. بس قبل ما تكمل الحلقه من فضلك عايزه صوره 6 في 9. فاضلي تكتين، تكة جاية وتكة بعديها. المشاعر اللي بينكم بعد الجواز زادت ولا قلت ولا تغيرت؟ زادت. زادت؟ زادت جدا. اللي زودها العشرة والأولاد؟ لا كله طبعا، العشرة والأولاد والحب كله، معاملة أكيد كل ده. زادت بالمعاملة كويسة؟ زادت تقريبا زادت النهاردة بالذات، زادت جدا النهاردة، يعني بقينا نحب بعض أكتر دلوقتي حالا، مش عارفة ليه فجأة حسيت إن أنا بحبه جدا. يا رب على طول. يا رب يا حبيبتي. يا رب يا رب إن شاء الله. يا رب أنت تستاهل كل خير فعلا. مدام وإم، بتثقي في جوزك؟ جدا. لحد فين؟ من غير حدود بلا مدى. ومين الست العاقلة اللي ممكن تثق في راجل؟ نعم؟ ومين الست العاقلة فينا اللي ممكن تثق في راجل؟ أنا واثقة فيه جدا جدا فوق ما تتخيلي، يعني مش قادرة أقولك، يعني أنتي شوفي خيالك وصل ليه. أنا برضك واثقة فيه جدا. لو كان جوزك في حياته علاقة أيوة مش قديمة قوي وفجأة ظهرت في حياته تاني، يعني إيه؟ مش فاهمة برضك. فجأة ظهرت يعني وهو معايا؟ علاقة مش قديمة قوي يعني. انت بتسأليني انا في السؤال ده؟ لا اسألي هو، مش تسأليني انا. لا انا بسألك انت. لا ما تسألينيش انا. السؤال ده ليك انت مش لمحمد. لا السؤال ده ليك انت. انا قلت مدام وإيه، ما قلتش محمد. بجد؟ بجد والله. فمن كتر حبك ليه ممكن تسيبيهم يعني يكملوا مع بعض، ولا الأنانية هتاخدك ان انت تخليه يسيبها؟ لا انا أنانية جدا. أنانية قوي ووحشة. انا وحشة سودة من جوه فظيعة. ازاي دي الست الوحشة بتنكد على راجل حياته ولا ايه يا محمد؟ ايه ده؟ هي ايه محمد؟ كويسه معايا انا اول ما اكتشف ان اسمك حلو قوي كده. ايه يا محمد؟ مفيش حاجه طبعا، يعني اسم محمد اكيد اسم. لا إيه النطق يعني بيفرق، اصل انا ما بقولوش محمد. ما جاوبتنيش برضو على السؤال. يعني سؤال ايه؟ ما هو انا شايفه سؤال، انا مش شايفه سؤال عشان الاقي اجابه. انا بحكي لحضرتك حوار، انا بسالك سؤال. هو ده ملوش دعوه بعلاقتي بيه، انت بتساليه سؤال شخصي. بسالك سؤال شخصي. وانت مالك انت ده؟ السؤال الشخصي ده عندنا في السكريبت يا استاذه. انا اسف يا مدام، بعد اذنك. والله انا بسال اسئله زي ما اشوف الحلقه ماشيه ازاي. نعم؟ لا يا فندم بعد اذنك كده زياده عن بره السكريبت. لازم يبقى اذنك يا استاذه ساره بالسكريبت. واحنا اسفين يا مدام، وريت حضرتك برده مدام يعني يعني حضرتك جاوبي على الاسئله علشان نعرف. هو انا شايفه اسئله عشان اعمل هنلتزم. اتفضلي يا استاذه ساره. انا شايفه واحده عندها مشاعر فياضه وبتفيض علينا كلنا بصراحه، يعني انا مش شايفه يعني والله بجد انا شايفه كرتون، فيلم كرتون. اسالي الاسئله يا سارة. والنبي اتحايل عليها عشان دلوقتي ميعاد اخر فقره معانا، وهيكون معانا محمد من غير مدام وقام. فاصل وهنرجع تاني. ايش ممكن تتفضل؟ خلي بالك على نفسك حبيبي. ها خلي بالك على نفسك بجد. بعد اذنك. هو بس عايزه اتكلم معاه 10 دقايق بعد الحلقه. بعد اذنك. قولي ما عنديش مشكله خالص، ما عنديش مشكله، بس محمد والنبي عشان خاطر حبيبي الاريالين اللي في العربيه طلعهم لي بس عشان قبل ما تقعدوا مع بعض العشر دقايق اركبهم. لا بجد والله دي طبيعي. انتوا ده طبيعي اللي بيحصل ده؟ يا عايز اسال، هو في منتج برنامج يوافق على حاجه زي كده؟ دي مريضه يا جماعه. في فقره حالا دلوقتي كذا 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 كذا. انت ايه رايك؟ ماشي. وهي فاضلها قد ايه كده وتجيبني من شعري؟ انا كنت خايفه منها قوي. هو انا عايزه اعرف، هو مفيش حد مسيطر على ام البرنامج ده؟ فين المنتج يعني؟ فين ال مش عارفه في ايه يعني؟ ايه ده؟ لا 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 هي لا هي مش طبيعي حاجة. مش طبيعي. لا هي بس و ايه كمان؟ قال لي حاجه كده خليك تعكسني فينا الكسف. غير انت زياده مش مشكله.
طب انا ممكن اعرف حضرتك، انا اعرف حضرتك من زمان جدا وعندي حضرتك زميل. ازاي حضرتك عامل ايه؟ اخبار مش ازيك عامل ايه؟ اخبارك؟ عندها الهوا في ال نتكلم تاني كانك بتجاوب ماشي؟ اي كلام اي كلام قول اي حاجه انت نفسك فيها دلوقتي. انت زي القمر بجد. لو النبي هو ايه ده؟ هو نكت بيقولوا نكت؟ بجد يا بختك بيها والله. قول لي حاجه تضحكني قوي. قول لي حاجه تضحكني قوي. شوفيني بعد الحلقه وانا بجري. عادي جدا. بصي اصل انا بصي انا مش هعمل اي حاجه خالص. انا مش عارفه انا مش هعمل اي حاجه خالص خالص. معلش حبيبي الولاد عايزيننا. طيب اوكي يلا استاذ عمرو. يلا حبيب ماما. استاذ عمرو يلا بابا. مش عايزه اكمل استاذ عمرو. مش عايزه اكمل. يلا حبيبي يلا حبيبي هنقوم ولا ايه؟ محمد هنأذنك ثانية واحدة وأرجوك من فضلك تهدي تهدي الموقف ده. تهدي الموقف من فضلك. الحلقة عمالة تبوظ مني. أنا مش فاهمة في إيه. أنت إيديك ساعة دي كده أصلاً. في إيه؟ طب في إيه؟ أنتوا كنتوا بتقولوا إيه بتضحكوا؟ مفيش. بنتكلم على الحاجات اللي ما بيننا والتوافق وكده يعني. ما بين مين ومين؟ توافقك أنت وهي ولا توافقي أنا وأنت؟ أنا وأنت. أمال إيه الضحك الها ها ها؟ مفيش حاجة. الأسئلة زي ما سألتك كده لما كنت أنا واقف برا سألتني برا. ما هي لو كانت بتسأل نفس الأسئلة ولا إيه نفس الانطباع؟ مفيش حاجة يا ماما. في إيه؟ خلصتوا التوافق؟ إن شاء الله. حاضر. بس عشان يخلصوا البرنامج وأقف. والله يا حبيبي أنا عايز أخلص. انتوا كنت في ما بينكم حاجه يعني بلينا؟ لا كنت اعرفها بس من قبل. هي كده تعرفها؟ امال لما كانت تبقى مرتبطه بيك هتعمل ايه؟ لا ده مش طبيعيه. معرفه عاديه. معرفه عاديه. هو في واحده عاديه تبقى معرفه عاديه تكلم واحد عادي بالطريقه العاديه دي؟ يا محمد لو سمحت ممكن تيجي دقيقه واحده بعد اذنك. بس حبيبي خلي بالك على نفسك. نعم المخرج اللي عايزهم عشان يشوف بس فيه. خلص انا مبوظه الحلقه بتاعتي. انا عايزه اعمل الفنانه بتاعتي. عايزه اخلص برنامج. افصل الكاميرا بليز. انا عايزه اخلص البرنامج بتاعي. هو يا حبيبي هو انا انفيزابل قوي كده مش شايفاني خالص؟ لا مش شايفاكي. انا ما بعرفكيش. انا اعرف فكلامي كله معاه. هو انت طبيعي ان انت ما تفصليش ما بين شغلك. انا بعرف افصل ما بين شغلي والدليل ان انت مضايقاني جدا لكن بقدم حلقه بتاعتي عادي جدا وواثقه. حلقه فاشله مذيعه فاشله برنامج فاشل بجد. والله برنامج حلو قوي بس حضرتك بوظتيه. فعلا انا اللي بوظته؟ طرف المذيعه يعني ممكن نتكلم بعد. على فكره هو الغلط مش فيه خالص. هم باين كان في علاقه قبل كده فهم عاملين. بص بص الباين حتى لو في علاقه يا سيدي حتى لو في علاقه حتى لو في علاقه حتى لو في علاقه وهو يعرفها من زمان بيحبها من زمان اتجوزها من زمان تفصل ما بين الشغل وما بين بكلمه تفصل ما بين الشغل وما بين العلاقات الشخصيه. ده لو في منتج ولو في معد ولو في برنامج ولو في مش عارفين تسيطروا ليه يا جماعه؟ ما تدوها حقنه مهدئه. ما في في حقن مهدئه. ايه يعني المدام بتتكلم قدام كاميرات وانا ساكته بخاف عليه. مش كمان قدام العدو المخرج قدام. لا معلش ممكن اخر فقره. لا معلش انت مش مسيطر وانت ولا بتتكلم ولا قلت اي كلمه من ساعتها. اولا انت ما اسمحلكيش تكلميه بالطريقه دي. لا مسمح لكيش. ممكن يقول لي كلام. لا 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 مالكيش دعوه بيه خالص. ما تسمحلكيش تكلميه. ايه ده؟ هو ممكن يرد عليا ويقول لي كلام. نعم يا استاذ حسين. انا عايزه اسال سؤال بس. هو فين المخرج؟ المخرج فين؟ محمد هو في مخرج؟ محمد يلا هو في مخرج ولا ده برنامج الله؟ محمد ايه ده؟ اهلا ازيك؟ معقول انت حضرتك المخرج؟ انا ما عرفتش. بعيد عني مش بايديا والله. مش بايديك ايه؟ انت سايبها كده مطلوقه علينا؟ محمد لو سمحت. انا ما بمنتج بعد اذنك هي الحلقه تقريبا. محمد لو سمحت. هتكمل ولا مش هتكمل بعد بس بعد اذنك ممكن تخش تاخد الفنانه بتاعت الحلقه بعد اذنك؟ لا انا عايزه اسال سؤال. هو ده طبيعي؟
هو حضرتك كمخرج ده طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي. انت والله حضرتك ما ينفعش تعلق. انا مش شايفه ان ده طبيعي. طب ما هو ده بيبقى انا ما مش بتاعتي بحضرتك بصراحه. مش بتاعتك محمد هو ليه الناس شخصيتها واضح ان المدام ما تعرفش عنك تفاصيل صغيره، يعني واضح ان مفيش غير حاجه واحده بس المدام بتعرف تعملها، انها تهزقنا كلنا يا جماعه وتتريق عليا انا شخصيا وتبهدلني وتبهدل محمد. علشان كده بقى احنا هناخد حقنا من مدام وئام وهنقول لها ان احنا عملنا فيها المقلب الصغير ده. كنت برنامج ما يعطي فرصه بس انا اعرف ساره من زمان يعني بجد. ده بجد؟ بجد يعني هي كده طبيعي يعني؟ ده بجد؟ كده طبيعي، ده كده الطبيعي، كده الطبيعي. ايه ده؟ ده كاميرا خفية بقى وكده؟ لا كاميرا موجودة، هي الراجل موجود اهو. انتي مستفزة جدا. انا صدقت انها عارفاني وانا عمال افتكر. لا باستثناء اي حاجة انتي قمة الاستفزاز اللي مش طبيعي. والمعدة حاطط البتاع على ودانه وما بيتكلمش والناس عاملة كده بره، احنا نعمل ايه؟ واحنا نعمل ايه؟ والباب مقفول ويقول لي هي أول مرة يحصل كده يا مدام، أول مرة يحصل كده. أنا عرفت يا جماعة كده. هو إيه اللي عدم السيطرة دي؟ لا بس برنامج حلو وانتي لذيذه جدا والله، بس مستفزه جدا. تحبي تقولي له حاجه بقى بعد الورطه دي؟ اه طبعا احب اقول ان انا واثقه فيه جدا جدا جدا، واحب اقول ان هو مخليني اسعد زوجه في الدنيا دي كلها، وربنا يخليه ليا هو ولاولادي يا رب يا رب. وبجد انا لو لفيت العالم ما هلاقي واحد زي محمد ان شاء الله. طب قولي له بقى كلمه على المقلب بقى على الورطه. حسبي الله ونعم الوكيل. فوضت امري فيك لله.